هتصدقوا لو قلت لكم ربع معلقه من المكون دوت هينزل معاكي 40 كيلو وزن، حتى لو انت عندك خمور في الغده، حتى لو انت وزنك فوق ال 100 كيلو، هيخلي بطنك ما شاء الله مسطح، مفيش ارداف، مفيش افخاد، مفيش ترهلات، كل الكلام ده هتنسيه تماما مع المعلقه السحريه اللي انتم شايفينها قدامكم ديت. تعالوا يلا بينا ونشوف احنا عملنا الكوبايه دي ازاي ومكوناتها ايه. اهم من الوصفه تتابعي معايا الوصفه للاخر علشان تعرفي المكون دوت احنا عملناه ازاي. تتابعي معايا الوصفه للاخر عشان تعرفي وتجيب معاكي نتيجه مظبوطه. تابعي معايا الوصفه للاخر عشان تشوفي احنا بنحط ايه المكونات ازاي وبتتاخد امتى. تابعي معايا الوصفه للاخر، حطوا لايك كده الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا النهارده زي العاده سهله وبسيطه ومكوناتها موجوده في كل بيت وموجوده في كل مطبخ، تمام؟ تعالوا كده يا بنات نحط لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه، فعلوا الجرس، شيروا الوصفه علشان بنات كتير تستفاد منها، لان فعلا وصفتنا النهارده تستحق ان هي تتشير، لان هي فعلا فعلا هتجيب معاكي نتيجه ممتازه ممتازه وعن تجربه، وان شاء الله هتجربوها وهتكتبوا لي في الكومنتات خلال 10 ايام باذن الله هتلاحظي الفرق جامد. عايزه اقول لك بقى المكون اللي احنا هنحطه النهارده في الوصفه بتاعتنا ديت، ده لو انت مكون بسيط خالص موجود في مطبخنا وهتعرفوه وهتعرفي ان هو بسيط. ده لو انت عندك خمول في الغده، وزنك مش بينزل بسهوله، الوزن بتاعك عالي جدا، هقول لك كل المشاكل دي هتنتهي معانا من خلال الكوبايه اللي احنا هنعملها ديت. وكمان هقول لك ادخلي اعملي سيرش على المكون اللي احنا هنحطه دوت، وفعلا هتبصي تلاقي فوائده مذهله جدا وهتذهلك كمان. الوصفه يا جماعه اللي احنا هنعملها دي مجربه ومضمونه، محدش يخاف منها ولا حد يقول لا انا مش هعمل كذا، انا اول مره هشربها، لا بلاش اشرب، لا وصفتنا النهارده مجربه وفعلا في ناس جربتها وفي ناس اقسمت ان هي فعلا جابت معاهم نتيجه، وانتم باذن الله هتجربوها بس خلال 10 ايام وان شاء الله هتلاحظ الفرق وهتكتبوا لي، تمام كده يا بنات؟ تعالوا بقى كده نشوف الكوبايه بتاعتنا النهارده بتتكون من ايه. لايك كده ويلا نشوف الوصفه. مبدئيا كده يا جماعه الوصفه بتاعتي هنبدا بقى بالليمون، يا اما هتحط ليمونه يا اما هنحط نص لو احنا بنتحسس من الليمون ومش حابين ان هو يبقى كتير، بس الافضل انا هاخد بس نص ليمون، تمام؟ مبدئيا كده انا هاخد نص ليمون. حابه انت تعصريه ماشي، حابه ان انت تقطعيه علشان نستفاد بالخضار بتاع اللي بره دوت او القشر بتاع دوت، ده بيكون افضل معانا. دلوقتي كده انا هقطع الليمونه بتاعتي زي ما انتم شايفين شرايح كده صغيره باي طريقه انت محتاجاها، تمام اهي. لو مش متوفر عندنا الليمون ممكن نحط معلقه صغيره خل تفاح، ده هيبقى كويس جدا برده وهيدينا نفس النتيجه. تعالوا بقى كده نشوف ايه المكون معانا اللي بعد كده. انا معايا الشاي الاخضر، وده طبعا مش المكون بتاعي ولا ده الاساس بتاعي بتاع المكون. انت حابه ان انت تستعمليه استعمليه اللي في الوصفه بتاعتنا دي الشاي، مش حابه ممكن اقول لك يا دوبك المكون اللي انا هحطه لك دلوقتي مع الليمون ده هيبقى كفايه، بس الافضل ان احنا هناخد المكون مع الشاي الاخضر دول. ليه؟ لان الشاي الاخضر فيه مضادات اكسده، ده بيزود معاك معدل الحرق اكتر، دي لو احنا عايزين نخس بطريقه بسرعه. وعلى فكره المكون اللي احنا هنحطه ده يا بنات ده خاص ان هو ينزل معاك الكرش والارداف الترهلات كل المشاكل ديت، ده ان شاء الله هقول لكم عليه. وفي فوائد تانية كمان بس انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو علشان يعني عايزين نخش بس في اتجاه واحد. هاخد كده اهوت معلقه شاي اخضر على حسب بقى ما انت عايز، عايزه تقيل عايزه خفيف على حسب ما انت تحب، تمام كده. ده كده انا خدت معلقه اهيت كبيره. بعد كده هنزل عليهم بالميه المغليه معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، تمام، ونقلبهم كويس جدا. تعالوا بقى كده بنات نشوف ايه المكون اللي احنا ان شاء الله هنحطه النهارده. ده طبعا زي ما قلت لكم موجود في كل مطبخ اهو، ده المستك، حبوب المستكة. المستكة دوت ده يا جماعة بنحطه للشوربة وللفراخ عندنا للحمة لأي حاجة، على أساس كده أنا قلت لكم المكون دوت موجود في مطبخنا، مفيش ولا مطبخ بيخلي منه، يعني مش هنجيب حاجة من بره.
تمام. لو مش موجود عندك ممكن تجيبيه من عند العطار، بيبقى كويس جدا. انتوا تقولوا له المستكه اللي احنا بنحطها للفراخ يعني مع البهارات بتاعت اللحمه والحاجات دي، تمام، لان في مستكه تانية بتبقى للبخور، انما المستكه البيضاء النظيفه دي ده بتبقى للوصفات اللي زي دي. طيب انا هعمل فيها ايه دلوقتي؟ ما ينفعش ان انا احطها وهي خشنه كده. طب هعمل فيها ايه؟ هطحنها كده في المطحنه عندي واقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه. ده بقى كده يا جماعه المستكه المطحونه بعد ما طحناها بقت عامله زي السكر كده بالظبط، حتى تبص تلاقيها لمعه كده وعامله زي السكر بالظبط. بعد كده انا هعمل ايه؟ هقوم جايبه المصفى بتاعتي كده اهو، وهقوم نخلاه بالشكل ده كده عشان لو في اي حاجه خشنه زي دي كده اللي انتوا شايفينها ديت، ده بنرجعها تاني علشان على اساس ان هي تدوش معايا بسرعه، بتبقى عامله زي السكر كده وتدوش معايا في المكون بسرعه. نفترض بقى ان احنا عايزين نحط الحبوب بحاله زي ده كده زي ما انتوا شايفين كده، ده طبعا مش هتدوش معاكي ولو قعدتي ساعتين كمان مش هتدوش معاكي. الافضل عشان تبوش معانا بسرعه وتعمل نتيجه كويسه ان انا بعمل ايه؟ بطحنها زي دي كده، باخد منها كده نص معلقه شايفين، تمام، نص معلقه زي دي كده، وبقوم حطاها اهي على المكون او الوصفه بتاعتي. وانا عايزاكم يا بنات تعملوا سيرش كده على المستكه ديت وتخشوا تشوفوها وتشوفوا فوائدها ايه. انا مش عايزه اقول لكم على الفوائد بتاعتها كلها، لان لو انا قعدت اقول لكم على الفوائد بتاعتها كلها الفيديو بتاعنا ده مش هيكفي. هقلبها بس تقلبه كويسه كده. ده كده يا جماعه الكوبايه جهزت معايا اهي بعد ما حطيت نص معلقه المستكه وقلبتها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. يبقى دلوقتي الكوبايه بتاعتي فيها مستكه وفيها ليمون وفيها شاي الاخضر، تمام. ده يبقى كده الكوبايه بتاعتي جهزت معايا. طيب هناخدها امتى وازاي؟ ده ان شاء الله يا جماعه هناخدها مرتين في اليوم. هناخدها مره بعد الغداء بنص ساعه ومره بعد العشاء، تمام. بالشكل دوت هينزل معايا الوزن. مش عايزه اقول لكم بقى داوم عليها شهر، لا، انت هتداوم عليها ان شاء الله 10 ايام، وخلال ال 10 ايام دولت هتحس فعلا ان بطنك بقت مسطحه، الارداف مفيش ارداف ولا في افخاد ولا في ترهلات ولا الكلام الفاضي ده كلته، احنا في غنى عنه تماما. هقول لك كل حاجه بس بمقدار معين. حاولي ان انت تقللي من النشويات، حاولي ان انت تقللي من الكربوهيدرات. بنغطي عليها برده بالشكل ده كده يا جماعه عشان بس يعني ايه، نسيت اقول لكم في الاول، لان اللي فيها زيوت طياره، اي عشبه احنا بنعملها اكيد بيبقى فيها زيوت طياره، فانا مش عايزه البخار دوت يتبخر عشان عايزه استفاد منه، تمام. فاحنا ان شاء الله زي ما قلت لكم هنقلل الاكل بتاعنا شويه في العشاء، هنقلل برضو نسبه العيش بقى، مش عايزين ناكل عيش كتير، مش عايزين ناكل ونقعد، لا، يبقى اللي فيه حركه الحاجات دي. وعلى فكره يا جماعه الناس اللي هي دايما بتشرب الكاكولا والشويبس والحاجات دي كلها، الحاجات دي بتبقى خطر جدا جدا على الوزن وعلى المعده وعلى المشاكل دي كلها، تمام. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.